تسلم معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تسلم رسالة شكر وتقدير من الاتحاد البرلماني الدولي على التعاون المتميز في دعم العمل البرلماني من خلال تزويد الاتحاد بتقرير شامل ومفصل حول آلية متابعة قرارات الاتحاد لعام 2018 وباعتبار مملكة البحرين الأولى في المجموعة العربية ودول الشرق الأوسط عبر التزامها بالاستفادة من آلية عمل وأنشطة الاتحاد والقرارات الصادرة عن اجتماعاته. ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تقريره أمام المجلس الحاكم للاتحاد على هامش أعمال اجتماعه 39 بعد المئة والمقرر عقده في جنيف خلال أكتوبر المقبل حول أفضل ممارسات البرلمانات في تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات الاتحاد والتي تأتي في مقدمتها الممارسات المتميزة للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين. وبهذه المناسبة أكد الملا أن هذا التقدير المستحق هو تقدير لمملكة البحرين ومشروعها الإصلاحي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي يحرص دائما على دعم المجلس التشريعي، مشيرا إلى أن المشاركات البرلمانية لمملكة البحرين كانت تتميز بتقديم المقترحات الفاعلة والمواقف المؤثرة والتي نالت تأييد ودعم وإشادة المجالس والبرلمانات لسعيها الدائم لتحقيق الخير والنماء لدول وشعوب المنطقة.